سعدنا نلتقي بكم اليوم من داخل نقابة أطباء الجيزة وحول طبعا يعني خدمات النقابة والهيكل الإداري للنقابة. سعدنا يكون معنا الدكتور خالد أمين، أمين عام مساعد نقابة أطباء الجيزة. أهلا بك دكتور خالد. أهلا وسهلا فندم. سؤالك دكتور خالد، طب اسمح لي، طب بنقول يعني مشروع العلاج الاستفادة طبعا يعني ليس خاصة بالعضو فقط، يعني هنقول المشروع بيغطي الطبيب والعضو بمعنى الصح والأسرته من الدرجة الأولى، ولا بيشمل إيه تحديدا؟ هو بيشمل الطبيب وأسرته من الدرجة الأولى، زي الزوجة، زي الأب، زي الأم، زي الأولاد. طبعا الطبيب لما بيجي يشترك طبعا بيكون كل واحد، يعني لو هشترك لوحدي طبعا بيبقى في قيمة معينة، لو هشترك مثلا لوالدتي مثلا فتبقى في قيمة تانية يعني أكتر طبعا شوية. بيستفيدوا كلهم من المشروع ومن خدمات المشروع ومن الخصومات اللي بيقدمها، زيهم زي الطبيب بالظبط تقريبا تقريبا يعني. بس بيتم التجديد ليهم في الموعد السنوي اللي هو بيبقى في شهر 12، واحيانا بيتفتح موعد استثنائي بيبقى في شهر مارس. تجديد ليهم في نفس الميعاد او في نفس الوقت اللي بيجدد فيه الطبيب الكلينيك بتاعه او الاشتراك بتاعه. وكمان النقطه بس اللي انا عايز اقول للناس عليها، ان انا شخصيا كنت بسال نفسي اول ما اشتركت في المشروع ده، وكنت قعدت سنتين ثلاثه ما استفدتش منه حاجه. يعني اول مره سنه استفيد منه كنت اعمل اشعه بسيطه خالص كده، فكنت دايما اقول لنفسي طب ما بلاش. طبعا كنت لسه دكتور صغير بقى لسه ما زلت يعني، لكن كان طبعا يعني كنت اقول طب اوفر الفلوس دي ومثلا ما دام كده ما استفدتش، انا صحتي كويسه الحمد لله وبتاع. لكن طبعا كان في فكره مع حد من الدكاتره الكبار قالها لي يعني ساعتها، وكانت طبعا فكرت فيها فكره مهمه جدا، يعني ان اشتراك هو مشروع تكافلي في المقام الاول. يعني انت لما تشترك في المشروع ده وبتدفع الاشتراك بتاعك حتى لو ما استفدتش منه، فانت بتحافظ على استمراريه المشروع ده واستمراريه تقديم خدماته لبقيه الاطباء التانيين. فانت نوع من انواع التكافل، يعني الفلوس اللي بتدفعها دي بتحافظ على على على, على وجود المشروع ده اللي بيستفيد منه ناس تانيه اكيد، مثلا ممكن تكون يعني ربنا يشفيهم يا رب في العنايه المركزه او نوع من المشاركه الاجتماعيه. بالظبط يعني الفلوس اللي بتدفعها دي مش انت مش لازم تكون مستني انك تاخد منها مردود، لكن ولذلك انا بشوف دايما كتير جدا ودول بعاتب عليهم، يعني الناس بتبقى زمايلي مثلا او حاجه ما اشتركش وبعد كده يجي مثلا في نص السنه مثلا او حاجه محتاج ان هو عايز يعمل يعني تعرض لمحنه مثلا او عايز يستفيد من المشروع، فيقول لي طب انا عايز اشترك. يعني انت عايز تشترك دلوقتي عشان خاطر تستفيد دلوقتي؟ طب يعني لو كنت اشتركت من الاول كنت هتستفيد برضه، كان الناس تانية هتستفيد. يعني هنعرف نحط دراسه للموضوع، لان كل سنه بتحط دراسه اكتواريه للمشروع نفسه، التمويل المشروع قد ايه، الخدمات اللي احنا بنقدمها قد ايه، اللي عندي في ميزانيه قد ايه، طب انا ممكن اعمل خصومات قد ايه. وكل ما كان طبعا عدد المشتركين اكتر وكل ما كان التمويل بتاعي اكبر، كل ما انا هقدر ان انا اقدم خدمات كبيره. انا لما تعرضت للمشكله انا كنت عملت عشان عملت اشعه على ركبتي، اكتشفت ان الخصم كان يعني الاشعه دي كانت حوالي 450 جنيه تقريبا، وكان معمول لي خصم حوالي 370 جنيه او 375 جنيه. طبعا طبيب عادي خالص، يعني احنا ما لناش اي ميزه في اي خدمه بناخدها من النقابه كاعضاء مجلس اكتر من اي طبيب عادي. يعني فانا نفس زي اي عضو بالظبط، انا ماليش اي ميزه في اي استفاده من اي خدمه من خدمات النقابه اكتر من اي طبيب العادي. تمام. وحتى في معرفه انواع الخدمات واشكال الخدمات دي كلها نفس المعلومات اللي احنا بنعرفها هي نفس المعلومات اللي احنا بنعرضها للناس وبنعرفهم بيها وبتاع. فلقيت ان انا عندي نسبه خصم كبيره، فانا اتبسطت جدا يعني، قلت طب كويس. يعني طبعا بتبقى في شكاوي وفي حاجات، طبعا بتبقى حاجات بس بيروقراطيه شويه في 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 في, في اجراءات مثلا خاصه بالاستفاده او بالتقديم او بالمطالبه مثلا بمستحقات او حاجه، لكن طبعا دي مع الوقت هتتحل يعني. لكن طبعا المشكله الكبيره في اي مشروع في الدنيا دي كلها محتاج لتمويل، هو مشكله التمويل بيجي ازاي وبتصرف ازاي. يعني فانا دايما بقول للناس كلها اشتركوا في المشروع، اعتبروه نوع من انواع التكافل، اعتبروه صدقه. واعتقد ان كان في فتره بحاجه زي كده، ان ده حتى لو انت بتقدمه نوع كشكل من اشكال الصدقه، ان انا كشخص مش محتاج ان انا استفيد من المشروع دلوقتي، صحتي كويسه الحمد لله، لكن انا يعني الفلوس دي بطلعها كنوع من انواع الصدقه في المشروع. طبعا الصدقه دي للاخرين، اي حد مريض. احنا طبعا كلنا معرضين ان احنا ندخل في محن، حتى مهما كان مستوانا الاجتماعي ومستوانا المادي. المحن الصحيه للاسف في مصر مكلفه جدا، وممكن تستنزف كل مدخرات اي حد، وممكن تخلي حد يعني كان في مستوى اجتماعي كويس جدا تخليه في مستوى اقل كتير جدا جدا جدا، واحنا شفنا حاجات بالشكل ده كتير جدا. فلما كلنا نتكافل مع بعض في ان احنا نحاول ان احنا نحافظ على مشروع كبير ومهم زي ده، اعتقد ده شيء مهم جدا يعني.
دكتور خالد، اسمح لي بنقول ايضا يعني من ضمن الخدمات المقدمه اكيد هناك خدمات اجتماعيه وحضرتك اشرت ليها. هنقول لي يعني هنا الخدمات بقى الترفيهيه اكتر والاجتماعيه. النقابه هنا الفرعيه بتسهم بشكل في كبير في مثلا اعداد مصايف للاعضاء، رحلات كده، عباره عن ايه؟ بالنسبة احنا طبعا في رحلات بنقدمها على مدار السنة للمدن السياحية والمدن الساحلية اللي موجودة على مستوى الجمهورية. عملنا حاجات قبل كده كتير جدا في شرم الشيخ، في الغردقة، في سفاجة، في مرسى مطروح، في الأقصر وأسوان. وبنتعاون مع بعض النقابات الدفاعية التانية زي نقابة أطباء القاهرة اللي هو نقابة أطباء الأهلية اللي تعاملنا معاهم في أكتر من مناسبة. عندنا طبعا حاجات يعني كان عندنا احنا يعني بنحاول احنا نجدد دلوقتي موضوع اللي هي الشقق اللي عندنا او المصايف اللي عندنا. احنا كان عندنا مثلا شاليهات في الساحل الشمالي، عندنا حاجات في المعموره، عندنا حاجات في العجمي، عندنا حاجات في بورسعيد. طبعا حاجات العجمي الشقق اللي موجوده في العجمي وبورسعيد دلوقتي بعناها، وان شاء الله هنجيب بقى حاجات طبعا في اماكن افضل شويه. فبتبقى في شقق وبتبقى في شاليهات لينا في الساحل الشمالي او غيره بنعرضها طبعا للاطباء، وممكن الاطباء يعني يحجزوا فيها ويستفيدوا بيها يعني. غير الرحلات دي طبعا ده نوع من انواع الانشطه الاجتماعيه اللي احنا بنقدمها يعني. في طبعا نوع تاني اللي هو موضوع الحفلات او الحاجات اللي بتبقى فيها نوع من انواع الانتقام بين الاطباء كلهم يعني. احنا دايما كل سنه دلوقتي في عندنا بقى عندنا روتين معروف ان احنا بنعمل حفله لجمع الاطباء كلهم، بنكرم فيها الاطباء الحاصلين على شهادات علميه من اول الدبلوم والماجستير من تحت خالص الدكتور الصغير في السن لغايه الدكتور الكبير اللي اخذ دكتوراه ولغايه الدكتور الكبير اللي اتخرج عن المعاش ولغايه الدكاتره طبعا اصحاب الاسهامات العلميه كلهم بيجتمعوا في انا من نفسي بحب اليوم ده جدا لان انا بشوف الاطباء كلهم في مستلف ملتقى، بيبقى ملتقى بيجمع الاطباء، ملتقى هايل جدا ويبقى حاجه مشرفه جدا. طبعا بيبقى مفتوح لاي حد يقدر يجي وبنلتقي كلنا مع بعض. حتى انا كنت في دكاتره كبار بسمع عنهم زمان وما بشوفهمش، بشوفهم في اليوم ده واصحابي كتير جدا بشوفها، فده حاجه مهمه جدا بنشوفها. وبرده كلمه شكر بتقولها من قاء اطباء الجيزه الاطباء دول. في طبعا حفلات طبعا بنعملها تانية لتكريم ابناء الاطباء المتفوقين، في حفلات تانية بنعملها دي في المناسبات المختلفه زي يوم الطبيب وغيره. دي برضه من انواع الانشطه الاجتماعيه. طبعا في حاجات كتير قوي ممكن تكون مش موجوده في بالي دلوقتي، لكن احنا الحاجات دي كلها الانشطه دي بنعلن عنها. مهم جدا انا اتكلم ان في خط ساخن موجود للنقابه. الخط الساخن ده انا مهم جدا ان احنا الناس تعرفه، 0120 35 3226. في اي وقت اي دكتور ممكن يتصل بالرقم ده هيقدر يوصل لكل خدمات النقابه اللي احنا بنتكلم عنها من اول اللجنه العلميه لغايه ان هو يقدر ان هو يتكلم لاي حد من اعضاء المجلس اللي موجودين هم 8 يبلغهم باي مشكله عنده. طبعا بالنسبه لخدمات اللجان المختلفه العلميه والاجتماعيه والمنشات وغيره، فدي بتبقى الخدمات اللي رقم خط الساخن بيوصل الدكتور بالمسؤول عن الخدمات دي في الوقت العمل الرسمي اللي هو من 9 لغايه 3 او 4 يعني. لكن الخط برضه الساخن ده مفتوح طول الوقت للاستشارات القانونيه 24 ساعه والابلاغ عن حالات الاعتداءات على المستشفيات او اي مشاكل طارئه يتعرض لها الطبيب يعني. من خلال الرقم ده بيقدر ان هو يوصل، هو بس بيضغط الرقم ده والرقم ده بيحوله بقى يعني في رساله صوتيه بتقول له مثلا عايز كذا اضغط كذا، عايز كذا اضغط كذا. مثلا لو هيبلغ مثلا عن حاله اعتداء الرقم الخط الساخن ده هيوصله لكل البتاع اوتوماتيك، بيوصله لواحد ما ردش بيوصله للثاني، ما ردش بيوصله للثالث، وفي الاخر خالص لازم هيوصل لعضو من اعضاء مجلس النقابه بيقدر ان هو يرد عليه ويتكلم معاه. ودي وسيله اتصال مهمه جدا، مش محتاج ان هو يحفظ ارقامنا كلنا، لا هو رقم واحد بس هيوصل لنا كلنا ان شاء الله. مشاهدينا الاعزاء حول الخدمات المقدمه داخل نقابه اطباء الجيزه، معنا بعض المتقدمين الاطباء نتعرف منهم على مردود الخدمه وايضا الخدمات المقدمه. تعرف بك يا فندم؟ دكتور احمد سامي عبد الله. اهلا بك يا دكتور احمد. سبب وجودك النهارده يا فندم داخل نقابه اطباء الجيزه؟ بعمل ترخيص للمركز الطبي بتاعي. طب يبقى كده بالنقابه، من خلال النقابه بنحصل على ترخيص سواء مزاوله مهنه او ايضا ترخيص لمركز طبي. تمام. ايه الخدمات بقى اللي تمت معاك وايه الاجراءات اللي بتتم؟ بحضر الاوراق بتاعه المكان كايجار كعقود الكهرباء والحاجات دي وعقود الدكاتره، وبنقدمها للنقابه بتتوثق، وبعد كده بنروح العلاج الحر بنوثقها هناك. بتتوثق هناك. اللي في يعني ايه اللي تشوفه في الفتره اللي جايه مطلوب في النقابه كخدمات يتم تدعيم بها النقابه او تزويدها داخل النقابه؟ ايه الحاجات اللي انتوا عايزينها من النقابه بصفه عامه كاطباء؟ هي خدمات النقابه كويسه لغايه دلوقتي كخدمات صحيه والخدمات مع الاطباء، بس هي قاصره او ضعيفه شويه في الخدمات التانية. يعني في بعض النقابات بتهتم بالسكن للاطباء
توفير التوفير بالظبط. هنا الى حد ما النقطه دي مقصره معنا شويه، محدوده شويه بالظبط. طيب حضرتك اللي لو اتكلمنا عن النشاط الاجتماعي ايضا، يعني رحلات مصايف متوفره ولا مش متوفره؟ هي متوفره بس مش على المستوى، مش كبيره قوي. يعني الاماكن هم بيقولوا كان في اماكن في بورسعيد وهيبداوا ياخدوا تاني حاجات في الساحل الشمالي وجاري التجديد، متوفره بس مش بتبقى على المستوى اللي متاح لكل الدكاتره يعني. طب بنقول لي تجديد الاشتراك اللي واستفادتك ايضا من العلاج، طبعا مشروع العلاج بتستفاد بيه حضرتك ولا لا؟ مشروع العلاج الخاص بالنقابة طبعا، انت طبيب يعني، ولكن اعتمد على نفسي في الحاجات. طب هذا كان اللي برضو الاشتراكات مكلفة ولا الأجر بتاعها؟ لا لا لا، الأجر بتاعها حوالي 100 وشوية. ده بيبقى سنوي. في حالة لو انت بتحصل على شهادة اي خدمة تانية لازم تدفع رسم عليها تابعا ولا رسوم بسيطة؟ رسوم بسيطة. كلمة بتوجهها كده برضو لكل اللي بيشوفونا من الأطباء، وأيضا ايه اللي انت عايزه في الفترة اللي جاية؟ المزيد، احنا دايما بنحب المزيد. المزيد والمزيد اكيد. مشاهدينا الاعزاء، سعدنا بكم اليوم من داخل نقابه اطباء جيزه، نشكركم على حسن المتابعه وللقاء في خدمات واحداث جديده وفي النقابه. شكرا لكم.